مشاهدينا حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن نلتقيكم في حلقة رياضية جديدة من برنامج صدى الرياضة. اليوم ومن خلال فقرات البرنامج سنتوقف مع أحداث رياضية محلية وعالمية، وسنسلط الضوء على شخصية رياضية كان وما زال رمزا وسجلا حافلا بالنجاحات على الأصعدة كافة. رفع له العلم العراقي وعزف له النشيد الوطني في مختلف المحافل لما حققه لنفسه وللعراق من انتصارات مشرفة، لكنه للأسف لم يحظى بالاهتمام الذي يتلائم مع إمكاناته الفنية العالية، ولا يتلائم مع ما حققه من إنجازات نالت استحسان وإعجاب الجميع. مشاهدينا، أنتم على موعد مع أهم الفقرات والزوايا والأسرار التي تخص هذا النجم الرياضي. صدى الرياضة بدأ، أهلا بكم معنا. نجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام. هذه مجموعة من الأخبار الرياضية المنوعة والسريعة سنتعرف عليها في الوقفة التالية من خلال فقرة دقيقة ونص، خليكم ويانا. مع اقتراب انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة بالتنس، بدأ المشاركون بالتوافد إلى مدينة ملبورن للتدريب، وجاء التحول إلى مدينة ملبورن معقل البطولة بعد قضاء فترة الحجر الصحي. من جهتها، أعلنت السلطات الأسترالية فتح الأبواب أمام الجماهير لحضور المنافسات الذي سيصل إلى 30,000 مشجع في الأيام الثمانية الأولى، ثم سيخفض العدد إلى 25,000 اعتبارا من ربع النهائي. ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز بكرة القدم، عزز مانشستر سيتي صدارته لجدول الترتيب بفوزه على ضيفه شيفيلد يونايتد بهدف نظيف برسم الجولة 21، رفع رصيده إلى 44 نقطة. أما حامل اللقب ليفربول فقد حقق فوزا ثمينا على مضيف وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليرتقي إلى المركز الثالث في الترتيب بـ40 نقطة. في الدوري الإسباني، وصل أتلتيكو مدريد التغريدة خارج السرب مبتعدا بصدارة الليغا عندما ضرب قادش بقوة بـ4 أهداف مقابل هدفين، رفع رصيده إلى 50 نقطة بفارق 10 نقاط عن برشلونة الوصيف. في الليغا أيضا، قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة فريقه للثأر من أتلتيكو بلباو بعدما هزمه بهدفين مقابل هدف، معوضا خروجه على يده من كأس السوبر، رافعا بذلك رصيده لـ40 نقطة بالمركز الثاني. فيما تلقى ريال مدريد الهزيمة الرابعة له هذا الموسم عندما خسر أمام ليفانتي بهدف لـ2، ليتجمد رصيده عند 40 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن البرسا. وإلى الدوري الإيطالي، فقد عزز ميلان صدارته لجدول الترتيب إثر فوزه على مضيف بولونيا بهدفين مقابل هدف برسم الجولة 20، ليرفع الميلان رصيده إلى 46 نقطة في صدارة الكالتشيو. مشاهدينا، الآن مع محور حلقتنا لهذا اليوم المخصص عن البطل عدنان طعيس. عدى مسافة 800 متر و 1500 متر. هذا العداء الذي حقق العديد من الإنجازات للعراق عبر مشاركاته الكثيرة في البطولات المحلية والعربية والقارية والعالمية. هذا البطل ينتمي لأسرة الاتحاد العراقي لألعاب القوى، فرض اسمه بقوة على مضمارها، فمنذ بداياته حتى بلوغه خريف العمر حقق 14 ميدالية متنوعة للعراق، منها ذهبية دورة الألعاب الآسيوية في كوريا الجنوبية، وذهبية الألعاب الآسيوية في تايلاند، وفضية الصين، وشارك في أولمبياد لندن. وكان آخر إنجازاته الميدالية الذهبية بمسابقة 1500 متر في بطولة بلجيكا الدولية عام 2019، وتم اختياره كأفضل رياضي في محافظة واسط. فهذا النجم، وبعد هذا السيل الهادر من الإنجازات التي لم نذكر منها إلا غيظ من فيض، وبعد كل هذا المشوار والمسيرة التي واجهها بصبر وإرادة حديدية وتحدي للمستحيل، وجد نفسه مهمشا بعيدا عن الأضواء، وللأسف لم يجد الاهتمام
الذي يتناسب مع ما قدمه للوطن بعد أن واجه فواصل من المد والجزر في مشواره، لا سيما في الآونة الأخيرة التي جعلته مترنحا ما بين لاعبا ومدربا في مسعى للبقاء في الواجهة. نعم، فصول حكاية البطل العداء عدنان طعيس هي واقعية. همه الوحيد كرياضي ينتصر لإرادته وطموحه ويحقق نجاحات وانتصارات تقوده مع اسم بلده إلى القمة. نعم، إنه العداء عدنان طعيس. متواصلون مع العداء عدنان طعيس بطل حلقتنا لهذا اليوم. الآن لدينا بعضا من الآراء التي تعبر عن شخصية هذا الرياضي من أقرب الناس له ممن عاصروه على مضمار عروس الألعاب. نتابع ولنا عودة. اليوم أحب أتحدث على أسد آسيا، هذا البطل عدنان طعيس اللي أثبت وجوده في المحافل الدولية والآسيوية، بطل آسيا وكثير من الميداليات، رفع اسم العراق في المحافل الدولية. أتمنى على الدولة، على وزارة الشباب، على اللجنة الأولمبية، على الاتحاد أن يهتم بهذا البطل وأن يقدم لنا إياه كمدرب. أتمنى أن يرفعون مستواه وكفاءته التدريبية حتى يكون سفير للرياضة العراقية من خلال تدريبه، من خلال صناعة جيل جديد. يجب على الدولة أن ترعى رعاية خاصة، ويجب أن يكون في دور لتطوير عملية العملية التدريبية في الاتحاد القادم، وسيكون له أثر كبير في تطوير بعض أدائي المسافات المتوسطة والطويلة. هذا العملاق الكبير بطل آسيا يجب أن على الاتحاد أو الدولة أن ترعى رعاية خاصة في تطويره ودخوله في دورات تدريبية لخلق جيل جديد من الرياضيين الكبار أمثاله وأمثال البطل الدولي فالح ناجح. مشاهدينا، فاصل قصير، نلتقي بعده مع ضيفي صدى الرياضة لهذا اليوم، خليكم ويانا. مشاهدينا، إذن بعد آراء المتحدثين الذين أضفوا جمالية على محور حلقتنا بآرائهم السديدة والجميلة إزاء هذا النجم الرائع، أرحب بضيفي عبر الإسكايب من العاصمة بغداد، العداء الذهبي عدنان طعيس، لنقلب معه هذا التاريخ الحافل بالإنجازات الرائعة. فأهلا وسهلا ببطلنا المكافح عدنان طعيس، مشتاقين وسعداء جدا بانضمامك إلينا في صدى الرياضة. أهلا وسهلا أستاذ بلال، ومساء الخير عليك سلام. وعلى متابعيك الكرام وعلى قناتك الكريمة، وشكرا جزيلا لمقدمتك الرائعة. كابتن عدنان، يعني اسمح لنا أن نتابع سوية نبذة من مسيرتك وما تخللها من مراحل جميلة التي يعني أطرت بإنجازات كبيرة وتاريخ مشرف، ليكون هذا العداء مشاهدينا الكرام حقا رياضيا فذا ونجما ذهبيا نعتز به ونفتخر بمشواره. نتابع ولنا عودة. طعيس اسم طرق مسامعنا كثيرا لما اقترن بالعديد من الإنجازات العراقية التي تحققت على الصعيدين العربي والآسيوي، فلم يهدأ له بال يوما، بل دائما ما نشاهده يلهث وراء الإنجاز أينما كان ليكون هو البطل لا محال. فمنذ ولوجه مضمار ألعاب القوى خط لنفسه مسارا معبدا أوصله لمنصات التتويج أينما كانت. 14 ميدالية متنوعة جناها العراق وسجلت باسمه ليكون أجمل عريس بحق عروس الألعاب، فلا يختلف عليه اثنان بعد أن فرض اسمه بكل جدارة ليعزف له النشيد الوطني ويرفع علم العراق عاليا
في المحافل الدولية والإقليمية والعربية. فمن إنجازاته أنه خطف ذهبية دورة الألعاب الآسيوية في كوريا الجنوبية، وذهبية الألعاب الآسيوية في تايلاند، وفضية الصين، وشارك في أولمبياد لندن ليتم اختياره كأفضل رياضي في محافظة واسط. ربما يتساءل البعض عما قدمه الوطن لابنه البار الذي انتخى ليكون حقا أحد نجومه البارزين ممن أطروا اسم العراق وخطوه بأحرف من ذهب، لكن الجواب للأسف سيحدث عطافة كبيرة في رسم هذا المشوار الحافل بالإنجازات العتيدة. فهذا النجم يسكن شقة إيجار بمنطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد منذ سنين طويلة مقابل 500,000 دينار شهريا، علما أن هذا المبلغ هو كل ما يتقاضاه من الاتحاد العراقي لألعاب القوى كونه لاعب منتخب وطني. وهنا يقفز تساؤل مفاده كيف أحرز 14 ميدالية للعراق وهو بوضع لا يتلائم مع العطاء. ابن مدينة الكوت الخلوق المهذب لم يطالب يوما بحق من حقوقه كونه أحد أبطال العراق، لكنه وجد نفسه مهمشا بعيدا جدا عما حققه من إنجازات كان آخرها ذهبية 1500 متر ببطولة بلجيكا الدولية عام 2019 التي اختتم بها مشواره مع المضمار ليكون بطلا مختلفا سطر أروع الملاحم البطولية لتلك العروس التي أفنى حياته من أجلها، قبل أن يتيقن أن خريف العمر داهمه مسرعا بعد أن أوجعته سنين اللهاث وراء الحلم ليصل دائما قبيل منافسيه في خط النهاية ليرفع الراية البيضاء معلنا اعتزاله. لكن ما لبث أن وجد نفسه مهمشا لا يتمكن من المطاولة التي اعتادها في الميدان حتى يواصل بها حياته العامة، ليهم ثانية برزم حقيبته ويعاود نشاطه على المضمار في مسعى لخطف إنجاز جديد للعراق بسباق 5,000 متر في بطولة آسيا للصالات المقررة في الصين هذا العام. أهلا بك من جديد، أين أنت أيها البطل التاريخي للعراق بألعاب القوى؟ ماذا تعمل الآن؟ والله العفو أستاذ، حاليا أنا متواجد مع زملائي لاعبي المنتخب الوطني لألعاب القوى، نمارس تدريباتنا في مضمار كلية التربية الرياضية جامعة بغداد. ممتاز. طبعا مثل ما تعرف احنا الآن في الأزمة اللي عصفتنا جائحة كورونا، وصار عندنا ضغط كبير والتقليص بالمشاركاتنا الخارجية، ولكن الحمد لله صار عندنا تكيف احنا بالفترة الأخيرة وقدرنا يعني ننظم نفسنا مع الاتحاد والالتزام بكل التعليمات اللي تصدر من خلية الأزمة من خلال دخول اللاعبين للملعب وما شابه ذلك، وإن شاء الله الأمور القادمة تكون طيبة إن شاء الله دائما طيبة. البداية جميلة كابتن عدنان، والتاريخ حافل بالإنجازات غير الاعتيادية، لكن يعني النهاية تختلف كثيرا، هل توافقني الرأي؟ طبعا نعم أستاذ بلال أوافقك الرأي، إحنا دائما خصوصا بالعراق طبعا كل الألعاب الفردية من خلال أنا مشاهدتي ومتابعتي للاعبين نجي متحفزين ومقبلين على تحقيق نتائج كبيرة، وأنا كنت أحد الرياضيين اللي أيضا شمني هذا الحظ والنصيب لتحقيق نتائج كبيرة على المستوى الدولي، فنهايتنا دائما تكون ليس بالشكل يعني المطلوب والشكل اللي لازم تكون نهاية جيدة، فللأسف يعني أنا وافقك الرأي وفعلا يعني دائما تكون النهاية طيب. مو مكتملة. لماذا اختاريت هذه اللعبة يعني بالذات؟ لماذا فضلت يعني مسافة 800 متر، 1500 متر؟ يعني هل وجدت نفسك يعني بها أم تشعر أنك أنت جاهز لأي سباق آخر؟
أنا بصراحة يعني ما كانت عندي أدنى فكرة اللي اختياري رياضة ألعاب القوى وبالتحديد فعالية 800 متر اللي أنا تميزت بها على المستوى الآسيوي والمستوى المحلي. بدايتي كانت بالمدارس بالثانوية، المدرس الرياضة المرحوم أستاذ أسامة سعود هو من اختارني لرياضة ألعاب القوى. أنا كنت ألعب رياضة كرة القدم، فبعد ما يعني اختصيت بهاي الرياضة وشافوا عندي إمكانية وطاقة وأيضا يعني حققت نتائج جيدة على المستوى المحلي، فاختارني المدرب. طبعا مرت بعدة مدربين من خلال مسيرة رياضية، لكن آخر مدرب اللي كان هو المدرب الأستاذ دكتور حسين جابر شافني يعني عندي مميزات السرعة والتحمل السرعة حتى أنجز، والحمد لله توفقت. بعد ما كنت أجري المسافات الطويلة، يعني كنت أجري مسافات طويلة، اختصت ب 800 متر وقدرت أحقق نتائج يعني أكثر من 14 وسام آسيوي ونتائج مميزة بهذا الاختصاص. كابتن عدنان ابقى معنا، يعني سنتابع معا بعض الآراء لمتحدثين أضافوا لتاريخك الرائع تعابير جميلة يعني عنك وعن مسيرتك مع عروس الألعاب. محبيك هواية، خلي نتابع وبعدين نرجع لك، خليكوا يعني. العداء العراقي البطل الآسيوي الغزال الأسمر كما أطلق عليه عدنان طعيس عقار من مواليد 1980 من محافظة واسط، يعتبر هذا العداء وهذا الرياضي من أبرز الرياضيين في الرياضة العراقية عامة ورياضة ألعاب القوى خاصة، لما حققه من إنجازات وميداليات خلال مشواره الرياضي بتحقيق 14 ميدالية في بطولات ودورات الألعاب الآسيوية، ويعتبر الإنجاز الأبرز له هو في دورة الألعاب الآسيوية في إنشون 2014 عندما حقق ميداليتان، الأولى برونزية في فعالية 1500 متر ثم تلاها ميدالية ذهبية في فعالية 800 متر. العداء الذهبي عدنان طعيس نجم العراق الأول، يختلف عن بقية النجوم الذين سبقوه والذين يعقبونه في المستقبل القريب، لأنه بصراحة حفر اسمه بأحرف من ذهب على مضمار عروس الألعاب عندما خطف للعراق 14 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية متنوعة يعني، ولا زال بأوج عطائه الذي لا ينضب على المضمار، إذ كتب قصة بأحرف من ذهب على المضمار. أهلا بك من جديد. أنت بعيد يعني عن الأهل منذ زمن بعيد، كيف تعاملت مع يعني هذه الظروف وتعاطيت مع هذا الموضوع؟ هل وجدت أن المردود يعني فعلا يستحق، أم ذلك يعني جعلك نادم على هذا البعد والسنوات الطويلة التي قضيتها مبتعدا يعني عن مدينتك، مدينة الكوت والأهل والأحبة والأصدقاء؟ والله بصراحة يعني فراق الأهل والابتعاد عنهم هو شيء ما يتعوض. نعم. ولكن بعد ما وجدت نفسي عندي الإمكانيات أنه أني أصير رياضي بطل وبطل على مستوى كبير وحققت نتائج يعني جيدة، تفعل بي الطموح أنه أن لازم أصير رياضي وشخص مرموق بهذا الجانب. انتقلت لبغداد واستقرت لفترات طويلة أنا أعيش ببغداد بمنطقة الكرادة، بس يعني ما زال أنا موجود بالعراق أكون قريب عن أهلي يعني ضمن المحيط اللي أعيش به، محافظة واسط وناحية الموفقية البلدي ومكان ولادتي ما تبعد عني كثير، يعني ساعتين كل أسبوعين أنا أقدر أروح للأهل ونتواصل بالتليفون. وأيضاً أني يعني صار لي أهل وناس وأصدقاء أيضاً آخرين هنا بمنطقة الكرادة وبغداد أيضاً أعتز بهم، يعني صراحة يعني أيضاً يشعروني بأن أنا بين أهلي وبين ناسي والكل علاقتنا معهم طيبة وجيدة، وخصوص يعني ما أني قمت به. وطبعا هي فد خطوه كانت صعبه ببدايه حياتي، يعني كنت انا شاب، لكن بلدي بالدرجه الاولى العراق يستحق انه واحد يضحي ويستحق انه انت تكون بعيد، وحققت نتائج في الميداليات الاسيويه والدورات، فهاي الانجاز يخليك انت يعني بمثابه عندك مهمه وطنيه، وهاي المهمه انت تتطلب عليك انه انت تكون بعيد مثلت بلدي خير التمثيل وصنعت انجازات كبيره،
يفتخر بها العراق ويفتخر بها الرياضة العراقية، وأنا أفتخر بها وأهلي، فبالتالي يعني كان هو إنجاز كبير إن كنا. طيب طالما أنت بهاي الظروف والمناخ الجميل والرائع بالمنطقة الكرادة ويوم أهلك، وأنت طبعا تستحق وين ما تروح أنت يعني ضيف بذوقك وأخلاقك ونبل تعاملك مع الآخرين. لذلك اليوم يعني اليوم أنا حواري مختلف تماما على كل الحلقات، يعني حيكون معك خفيف ولطيف مثل شخصك. كابتن عدنان، ما هي أجمل اللحظات، ما هي أجمل اللحظات التي عشتها على المضمار؟ هل تتذكرها؟ يعني بشرط أنها لا توصف ولا وقد لا تتكرر، يعني مع نفسك. والله بصراحة يعني كثير من المواقف مرت بها مسيرتي الرياضية، نعم، وبالمضمار، وفعلا مثل ما تكلمت حضرتك هي ما تتكرر. أنا كنت دائما من أدخل معسكر تدريبي قبل انطلاق البطولة بأربعين يوم، كان الظروف تكون خاصة، يمكن الرياضيين إذا يسمعوني راح يعني يوافقون الرأي، يعني كنت أعزل نفسي، أكون في عزلة حتى أجمع تركيزي وطاقتي وما أتكلم هواية وما أنزل بكل الأوقات يعني خارج يعني الغرفة أو مكان السكن اللي إحنا نقيم به. معسكر داخلي، يعني معسكر داخلي على كل الأصعدة. بالضبط، نعم، النفسي والفكري، نعم. يعني صراحة حتى الأصدقاء اللي كانوا وياي بالغرفة أنا أختارهم، حتى يعني نقدر ننام من وقت ونصحى من وقت، يكون قريبين على الفكر اللي أنا يعني أعمل به. أروح للمنافسة مشدودين، يعني مشدودين من حيث الحماس والمتوترين أيضا، وبعدين من يأتي الوسام راح يقول نفرح ويعني قلوبنا تنملي فرح وسعادة. فصراحة الموقف اللي كان دائما أستذكره هو دورة العاب الآسيوية 2014. كنت أبحث عن يعني قلت ممكن هاي راح تكون لي آخر دورات، وأنا عندي ميدالية برونزية واثنين فضة في الدورات، يعني ثلاث ميدالات، قلت أتمنى أخذ ميدالية ذهبية. فأخذت ميدالية برونزية بسباق 1500 متر مع العداء القطري محمد القرني ورشيد رمزي من البحرين، بطل عالمي. أخرجت ميدالية برونزية، وكانت منافسة جدا صعبة، وكان اسمي متواجد بفعالة 800 متر. لعبت التصفيات، رحلت للفاينال وخرجت بالمركز الرابع، بس الحمد لله يعني صار لي نصيب انه اخذ ذهبيه. فهذه اللحظه والسعاده اللي فرحت بها بذاك الوقت دائما استذكرها، انه قلت الحمد لله والشكر طلعت من دوره العاب الاسيويه بميداليه، وراح تكون هي اخر ممكن دوره اشترك بها، وبقيت الظروف الكثيره يعني. نعم كابتن عدنان، حتى ذاكرتي اذا ما خانتني، انت تقصد في دوره الالعاب الاسيويه 2014؟ نعم نعم، دورة العاب الآسيوية 2014 كوريا، كوريا الجنوبية. نعم بالضبط، يعني حصلت على وسام ذهبي بفعالة 800 متر، هو الوسام الوحيد يعني، نعم، كان بالذهبي للبعثة العراقية. نعم وكان هذا يعني كان معك عداء قطري وبحريني، وأيضا أتذكر السعودي اللي كان هو اعتقد اوقع بالسباق متسابق اخر، وبعدين سحبت من عنده البدالية. اوكي نعم، يعني حتى هي هاي البطوله، حتى اذا اريد شويه انشط ذاكرتي. نعم المشاركه، نعم ممتاز، وتوفقت فيها واخذت على وسام. نعم كابتن عدنان ابقى معي، سنتابع ايضا بعض الاراء، يعني تحدثوا عنك وعن مسيرتك ومشوارك باللعبة، مثل ما قلت لك محبيك هواية، خلينا نتابعهم ونرجع لك، خليك ويانا. كابتن عدنان طايس طبعا من أهم الرياضيين اللي بالإضافة للأبطال الباقين، من أهم الأبطال الموجودين عندنا بالساحة ميدان ألعاب القوى هو كابتن عدنان طايس، لأنه صراحة أنا شخصيا من أول ما أجيت للساحة ميدان من يعني كان من أكثر الأسماء البارزة. وإذا أريد مثلا نحكي عن باقي أمور، فيعني كان إلى فضل بتسليط الضوء على الرياضة بسبب إنجازاته الكثيرة، يعني أنا حسب ما أشوف وأسمع وكذا، لأنه إنجازاته كثيرة بالساحة والميدان، فخلى يسلط الضوء على هذه اللعبة إنه عندنا أبطال بيها إلى، وبالإضافة إلى الأبطال الثانيين.
وبالإضافة إلى أنه هو بالملعب شخص جدا محترم وجدا تعامله حلو مع باقي الرياضيين، وأتمنى له كل التوفيق. احترام وتقدير إلى بطلنا وعدائنا الدولي الذهبي عدنان طعيس، تمنيات لك بالموفقية والنجاح وعودة موفقة مرة ثانية للملاعب. تبقى صاحب الإنجاز العالي وتاريخ ألعاب القوى المشرفة الذي يقتدي به جميع الرياضيين. أهلا بك من جديد، هل لك كلمة أخيرة كابتن؟ والله كلمتي الأخيرة طبعا أنا أشكرك وأشكر كلماتك الطيبة، وأيضا أنا شعوري متبادل، أنت أخ وصديق وعزيز علي جدا، وأنا أعرفك من زمان يعني من فترة كلش طويلة. كلمتي الأخيرة يعني أتمنى يعم الأمن والسلام على بلدنا الحبيب العراق وكل بلداننا العربية، وإن شاء الله الله يعني يرفع عنا هذا الوباء وأزمة كورونا وترجع الأمور الطبيعية وترجع الناس تعيش حياتها بصورة أفضل، وإحنا ندعم أخواننا الرياضيين أيضا حتى لو توقفنا من الرياضة، إحنا راح نكون متواجدين إن شاء الله، ومثل ما دائما نوقف يعني كصف واحد لتحقيق نتائج أفضل جميع إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا مشاهدينا، كان معنا عبر السكايب من بغداد العداء الذهبي عدنان طعيس الذي وضح لنا كل الأمور المتعلقة بمسيرته الرياضية الحافلة بالإنجازات، فشكرا جزيلا له. إذن مشاهدينا، هكذا انتهت رحلة طعيس الرائعة والمليئة بالإنجازات التي يعني ربما لم تتحقق من قبل أو أنها تشكل طفرة نوعية بتاريخ الرياضة العراقية، لكن هنالك تساؤلا ينتابه الكثير من المتابعين، مفاده هل هذا البطل نال ما يستحق وما يتلائم مع إمكاناته الفنية ومع ما حققه للوطن من إنجازات عديدة يعجز اللسان عن وصفها، خصوصا وأن 14 أو أكثر ميدالية في بطولات كبيرة ومعتمدة دوليا يعد شيئا مذهلا وعطاء كبيرا جدا. وبعد كل هذه المسيرة أين سيتجه هذا البطل؟ يا ترى هل له الحق أن يبقى مدربا أو إداريا في اتحاد اللعبة؟ هل سيتقاضى راتبا شهريا يعيل به عائلته؟ أم سيحظى بمكافأة نهاية الخدمة؟ أم سينزوي بعيدا لتتناساه الأجيال ولا يبقى منه سوى سطور يعني نجدها في الموسوعة الحرة لجميع النجوم؟ بإذن الله على الموعد نلتقيكم مع أحداث جديدة. هذه تحياتي، بلال بداع، مع السلامة.